سيدخل تشات جي بي تي عالم الشركات في الأيام المقبلة، وذلك من خلال نسخة جديدة تستهدف عالم المال والأعمال. جي بي تي انتربرايز مصمم لخدمة العملاء الكبار حيث العمل الكثير والمال الوفير. تتضمن الأداة الجديدة استخداما غير محدود لجي بي تي 4، وهو أقوى طراز ذكاء اصطناعي توليدي. علاوة على تشفير البيانات وضمان أن الشركة الناشئة لن تستغل هذه البيانات المقدمة من العملاء لتطوير تكنولوجياتها، كما أن يوفر إمكانية كتابة أوامر نصية أطول بكثير من السابق. خلاص احنا كده استسلمنا للذكاء الاصطناعي، وما صرت تحتاج مستشارين ودراسة جدوى وتروح شركات وتبحث عن موظفين، وانت جالس في بيتك جهازك في يدك تمتلك وتتحكم بممتلكاتك وشركاتك وتصدر القرارات. انت صرتي نفس الفنان سعد الفرج لما يقول طالع من بيتك راكب قطارك، طلعت لنا قالت لنا احنا زيادة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.